النار فاكهة الشتاء، أشعلناها كي نلهو مع البرد. عندما تتراقص نيرانها نشعر بالزهو أنها ترقص لنا، وأن أمانينا يمكن أن تتحقق، وأن أحلامنا بدأت الآن. فنجان من القهوة في ليلة باردة هو حلمنا، لنشرب القهوة معا. مشاهدينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج أبعاد ثقافية. يا مالكا قدري وقدرك لي، سيدرك سواك. إني بهذه الروعة، بهذا العلو في الأداء الذي يقارب حدود الأوبرا العالمية، تجلت الفنون الإسلامية في أبهى صورها. هي لغة التنوير التي يمكن أن نخاطب بها العالم، هي رسالة المحبة التي قدمتها الإمارات في مهرجان البرد السنوي الذي تنظمه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. وكان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي قد كرم الفائزين بجائزة البردة في دورتها 15 خلال الحفل الذي أقيم في مركز الفنون التابع لجامعة نيويورك في أبوظبي، بحضور معالي الدكتورة نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وتزامناً مع احتفالات الإمارات بالمولد النبوي الشريف. بدأ الحفل باستعراض رائع لفرقة المالد الإماراتية، حيث تم تقديم وصلة من تقاليد الإمارات وتراثها في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك باستخدام الدفوف والمجاميع التي تتحلق لاستكمال هذا الاحتفال. بعد ذلك توالت فقرات هذا الاحتفال الرائع بمجموعة من الوصلات الفنية التي تمجد ذكرى المولد النبوي، وشاركت فرقة بيت العود في أبوظبي بتقديم مجموعة من الوصلات ذات الطابع الإنشادي مع تقديم بعض المواهب من منتسبات بيت العود. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا
حمل الحفل أيضاً مفاجآت، من بينها الوصلة التي قدمتها الطفلة الموهوبة وفاء عماد الفائزة بجائزة برنامج كيدز فويز، حيث غنت قصيدة نهج البردة، إحدى أشهر القصائد، في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي كتبها محمد بن سعيد البوصيري في القرن السابع الهجري، ولحنها رياض الصنباطي، وغنتها سيدة الطرب العربي أم كلثوم. المفاجأة الأخرى في الحفل جاءت من وزير الثقافة المصرية الأستاذة إيناس عبد الدايم، التي فاجأت الحضور بصعودها على المسرح لتشارك فرقة كايرو ستيبس بالعزف معهم على آلة الفلوت في هارموني رائع. مهرجان البردة الإماراتي جاء هذا العام مختلفاً ومشحوناً بالقيم الفنية العالية التي تنم عن عمق الحضارة الإسلامية وعن ثراء كنوزها المعرفية والإبداعية. أهلاً بكم وأهلاً بالكلمة الدافئة والفكر المستنير والرؤى التي تتجاوز حاضرها من أجل مستقبل أجمل. سيد العربان عجمي تبلغ القصد وتدركه من مفيض الفن. بهذه التواشيح والأناشيد العطرة ذهبت ندوة الثقافة والعلوم في دبي إلى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من خلال استذكار روح الأصالة الإسلامية وفضاء الابتهال بهذه المناسبة. بدأ الاحتفال باستعراض لقصائد المدح في الرسول الكريم عبر التاريخ، قدمها وشرحها معالي عبد الغفار حسين، الذي استعرض أيضاً تاريخ الاحتفال بهذه المناسبة في منطقة الخليج العربي. قيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا شعراء يلقون بين يديه قصائد في المدح، منهم الشاعر المعروف كعب بن زهير ألقى قصيدة هذه اللامية، وحسان بن ثابت وغير هؤلاء من الشعراء. وقيلت مرثيات أيضا في الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مباشرة. فإذا القصائد النبوية هذه قديمة، وليست كما يقول بعض المتشددين أن القصائد هذه جت أيام البوصيري أو في زمن البوصيري أو في الزمن العباسي الثاني. ومن يستعرض هاي القصائد والمدايح حقيقة التي قيلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مولده الشريف، فإنه يجد بحر زاخر وايد قصائد، يعني حقيقة لا حد لها. وكم هائل من الأشعار ومن النثر الفني الجميل. وكنا نتكلم قبل شوي عن كتاب البرزنجي، واللي قرأ البرزنجي أو استمع إلى البرزنجي حقيقة يستمع إلى نثر فني رائع، لا يعني تقريبا يكاد يكون فريد في الأدب العربي. من مفيض الفضل تلا ذلك الاحتفال الذي قدمته فرقة الجسم، واشتمل على مجموعة من الأناشيد والمدائح النبوية العطرة
التي تردد صداها على مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وهي قصائد ومدائح نبوية تتحدث عن ميلاده وعن سيرته وأخلاقه وكيف كان نبي الإسلام رحمة للبشرية جمعاء. يا من به طلع النهار مشعشعا والطير غرد ساجعا بأغاني في يوم مولده الذي شرفت به كل البرايا وانتشى الحدثان، ميلاد خير الأنبياء ونفحهم مني إليك تحية وتهاني يا قرة العينين، يا قرة العينين، يا نبع الرؤى، يا ملهم الشعراء طيب معاني، يا من يزين القول فيك معادنا من لم يقله كفاه من خسراني، يا أيها المبعوث فينا رحمة صلى عليك الله في القرآن، يشدو بك القلب المولّه دائما حتى كأنك صرت نبض كياني. تحتفل الإمارات بالمولد النبوي في كل عام بهذه الطريقة لتوصل رسالته في المحبة والخير إلى شعوب الأرض كافة. فاصل قصير نعاود. تسخر الإمارات بحركة ثقافية نشطة طوال العام، من بينها الأسابيع الثقافية للدول الشقيقة والصديقة، والتي ترسخ جذور التواصل عن طريق الثقافة والفنون والآداب الخاصة بشعوب هذه الدول. ومؤخراً أقيم في الإمارات أسبوع الثقافة الكورية الذي نقل لنا نبض هذه البلاد وثقافتها وفنونها، حيث تمتاز جمهورية كوريا بتاريخ عميق من التقاليد الثقافية الأصيلة. تتقارب الثقافات رغم بعد المسافات وتتجسد لتشكل مهرجانات على أرض الإمارات الرحبة بمختلف الجنسيات، لتقدم باقة ورود ملونة من مهرجان كوريا 2018 عبر سفارة الجمهورية الكورية في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. انطلق المهرجان تحت شعار عام زايد، متضمناً فعاليات وأمسيات غنائية ومسرحية مع عروض للأفلام وثقافة المطبخ الكوري والمنتجات والفعاليات الأخرى، كلها تجمعت على المسرح الوطني ومواقع أخرى في أبوظبي. تمتع الجمهور بالمهرجان مع أشهر الفرق الموسيقية التقليدية الكورية، وقد شهدت كاميرا أبعاث ثقافية المعرض الموسيقي الأوركسترا نامون، هذه الفرقة الموسيقية المعروفة بتاريخها الطويل في كوريا، حيث عزفت ألحاناً تقليدية تحمل رسائل السلام ورسائل المحبة التي تفاعل معها الجمهور الإماراتي والجالية الكورية بالدولة في تمازج رائع وملهم للتواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب.
تعد دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان والتعددية الثقافية، كونها تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام. وتم استحداث منصب وزير دولة للتسامح لأول مرة في دولة الإمارات في فبراير 2016، حيث قامت الوزارة بإطلاق مجموعة من المبادرات. ومؤخراً شهدت الإمارات إقامة أول مهرجان للتسامح تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح. رسالة جمعت المحبة من أقطاب العالم شرقا وغربا، وقدمتهم لعشاق الفن التشكيلي في دبي هدية لجمال الروح. المبادرة بدأت من الفنانة سلمى المري التي تقدم لنا باقات من الفن الملون من كل أنحاء الدنيا في سينيار جاليري بحي التصميم في دبي. معرض رسالة محبة اثنين حظي بوجود قامات فنية وجمهور كبير منذ يوم افتتاحه الأول. رسالة محبة هاي السنة الثانية على التوالي، مشاركين فيها 27 فنان، وفيها بعد أطفال يعني مع والدهم، بحيث أن والدهم الفنان وهم معاه يسوون جو رسالة أقوى، أن توصل الفن يدعو إلى السلام والمحبة ونبذ العنف ونبذ الطائفية وهاي الأمور كلها. فتلاقين نحن هني من جنسيات مختلفة، عربية وأوروبية، كنا على قلب واحد، بس نبغي نقول المحبة هي التي نسعى إليها. للمعارض المشتركة ميزة عظيمة، لأنها تطلعك على ثقافات ورؤى متنوعة، وتجعلك تقطف من الفن زهوراً بألوان ونكهات كثيرة، حيث شهد معرض رسالة محبة مشاركات واسعة من دول عربية وأوروبية، وأيضاً مشاركات للأطفال والشباب الذين بدأوا أولى خطواتهم في مسيرتهم الفنية. ما في شك إحنا يعني ما أقدر أقول إحنا في البداية، ولكن في هناك خامات أو في بعض يعني فرش فعلا تستحق ان يعني تدعم، وايضا يعني يكون لها مشاركات اكثر واكثر، حتى عاده عن طريق المشاركات الفنانه والفنانه ترتقي، وهي تكون سبب يعني ممتاز لارتقاء ان شاء الله. العيون هي عبارة عن كيف كل حد يبغى يعني يطالع ويشوفنا ويشوف كل الأخطاء اللي عندنا، وبعدين بس نحن نباهم يشوفون الأخطاء وبعدين يحسون كيف نقدر نعدل هالأخطاء. والباكراوند الأسود هي بعد عبارة عن يعني السوسايتي الخربان، المجتمع الخربان هي وشي، ويعني it's a symbol يعني عن المجتمع مالنا. تنوعت الأعمال الفنية المشاركة بين المدرسة الواقعية والانطباعية وفنون الخط والتجريد، كل قدم رسالته الخاصة وفق رؤاه العامرة بالمحبة والفن في سينيار
جالري دبي. وقفة مع فاصل قصير نعاود بعده فقراتنا. مرة أخرى نحييكم مشاهدينا الأكارم. معنا صحفية وشاعرة مبدعة التقيت فيها قبل حوالي 7 شهور في معرض أبو ظبي للكتاب، وحين نلتقي مع الصحفية والشاعرة إيمان محمد. رحب فيك في برنامج بعث ثقافية. أهلا وسهلا فيكم. هذه مجموعتك الشعرية الأولى، إن غابت السدرة وإن ابتعد البحر. هل البحر ابتعد عنا ولا إحنا ابتعدنا عن البحر؟ أعتقد من كلا الطرفين صار ابتعاد. يعني إذا إحنا بنتكلم عن الواقع المعاش، يعني من على الأقل من تجربتي أنا أو من خلال حياتي أنا، يعني في صار تحولات كبرى في المدن، في البلد، في المجتمع نفسه.